يمكن أثناء زيارتك ما شفت الملاحظات، عاد من خلالنا براويك الملاحظات. شوف بعض البعض البعض يعني مو كله، في بيوت زينة طقها كذي البرسلان ورات يرد عليك بصدر طق 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 دوم دوم، دليل على مستوى عالي، دليل على إنه. بس أنا براويك التقرير اللي جاي قيام، براويك التقرير اللي جاي، اسمع وشوف صوت وصدى المواطن الغلبان اللي استلم بيته بين بيوت صبر شمال الصبيخات ويابر الأحمد. شوف ممكن أنا غلطان، وتحقق من مدى صحة هالمعلومات اللي قاعد تنشر في التويتر والفيديوهات. يمكن احنا انتم تشوفون شيء احنا ما نشوفه، تعرف المسؤول يشوف غير احنا نشوف، احنا شعوب، احنا شعب، احنا مواطنين، احنا مواطنين ما نشوف، لكن المسؤولين هم اللي يشوفون، هم فوق واحنا تحت. اعطونا التقرير يا جماعة. هذا بيتي بشمال غرب صليبيخات، شوف الدرج، شوف التراب اللي فيه كله معبى تراب. حط حط داخل، حط داخل، حسبي الله ونعم الوكيل. والله صليبيخات. هذا يا جماعة المطبخ مال بيتي بشمال غرب صليبيخات، طبعا نفس الطريقة كله بالدرنفيس طقه ويطلع معك، ما يخافون الله، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. طبعا هذا بس تشوفونه بشمال غرب صليبيخات، شوفوا حطيت لك سيراميك هني، وهذه طابوقه على اي لحظه تطيح وياك، وهني الله يسلمك خيشه. تبرع لنا واحد اخ وكسرنا عنده هالدرج، بنشوف شنو وراه، بنشوف. يلا اكسر لي الصبه هذه او شيء. شوفوا يا جماعه هذا الدرج، ها تبون نكسر وحده؟ خلي يجي اي مسؤول وانا اكسر بيتي بالكامل اذا ما طلعنا تراب. تعال شوفوا هذا باب بيتي، المدخل الرئيسي بجابر الاحمد، ما في يد، مو هني المشكله. المشكله قايل لكم بيتي بسوي متحف. شوف التكنولوجيا الحديثه اليوم 25/3/2016، تبون فيديو قديم يوم الجمعه. وهذا الباب فتحناه، سويت التجربه بالمفاتيح اللي عندي وبطلنا الباب. شوفوا على الوجه نفس الشيء كلكم يا شباب، اي واحد يقدر يدش شقه اي احد بالمشروع بالكامل. لا تخافون، ترى هذه مو مفاتيح سجن المركزي، هذا مفتاح بيتي سنه 2016. شوف غير ان الباب مشلخ ومطقق، عندي سؤال حق مدير الرعايه السكنيه، إذا كان في غرفة ولو حتى ما تصبي ببيتكم نفس المفتاح هذا اللي كان فيه عمودين مصدين. شوفوا هذا بعد ما رقعوه المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ترقيع أي كلام. شوفوا هذا الأول وحين هذا الثاني بعد ما رقعوه أي كلام، حاطين وراء فلين، مش حاطين يعني على بن عازل وكرتون ومدري شنو. مو هني المصيبة، المصيبة أنهم فحصوا باجي العمدان ولقوا غير الاثنين الاولانيين بعد ثلاثه. شوفوا هذا البيت اللي اساساته مضروبه، فحصوا باقي الاعمده من الداخل. شوف وبعدين مشوا وخلوا لي الحفر بهالشكل، شيء سكروه وشيء خلوه. اول مره اشوف رمل تحت الصبه خرسانيه، عجيب وغريب. يعني أراشد منه أناشد هذا الأخ أحسن، أنا لا قاعد أناشد مسؤولين ما حد يجاوبني. أخ محمد ممكن تبلغ الإخوان شلون يحلون مشكلتنا؟ مشكلتنا هي ضمير، والله العظيم أنا قعدت خلال فترة الخمسة أيام كنت محتاجة، كنت أسأل لهالدرجة بعض المسؤولين، وأتكلم عن البعض، ها البعض ضميرهم مات. هل أصبحت العمولة حلال؟
هل أسمح ظلم الناس حلال؟ هل صار بيع المشروعات وأخذ الأرباح والمواطن ياكل؟ هل معقول يتم التعيينات وفق المصالح والمحاصصة وينظم فيها أبناء الشعب حلال؟ قلت لها الدرجة الناس مو خايفة، لكن ارتحت لما عرفت أن الكل سيسأل. وين يسأل؟ ما عندنا في بعض الأحيان ما عندنا محاسبة بالبلد. قلت لا، السؤال مو على الأرض، السؤال هناك، هناك الكل حيسأل، الكل حيسأل شو اللي سويته وليش سكت. رسالة أقولها لكل مسؤول، إن جيت من الدنيا ما انت ناجي بقبرك، وإن جيت بقبرك ما انت ناجي. عند السؤال عند ملك الملوك، عند ملك الملوك. أكتفي بالأخبار، طلعني فاصل تقارير الكويت.